جدا رابطة وجميل الموضوع فيها. ونخص بذكر رئيس مؤسسات القطاع الخاص والعام في الأجانب الليبي بين ليبيا وتونس ولتكوين شراكة استراتيجية شاملة. أيها السادة والسيدات الكرام، نشيد بهذه الجهود التي تهدف إلى النهوض بالنشاط التجاري بين البلدين الشقيقين ليبيا وتونس والتعريف بالإمكانيات الاقتصادية المختلفة التي يمكنها أن تلعب دوراً مهماً لتلبية احتياجات السوق المحلية من كافة السلع. أنا نرحب بالأخوة بنغازي التي تساهم دائماً بجلب المستثمرين من كافة. كما أود التنويه ببعض الأرقام التي تدل على التطور الإيجابي للتبادل التجاري بين تونس وليبيا، حيث بلغت المبادلة التجارية 1077 مليون دولار سنة 2023 بعد أن كانت 972 مليون دولار سنة 2022، محققة بذلك نسبة تطور إيجابي يقدر ب 10.8%. هذا وقد بلغت المبادلات التجارية 720 مليون دينار سنة 2021، وبذلك فقد شهدت هذه المبادلات تطور إيجابي يقدر ب 38.5% بين سنتي 2021 و 2022. وتعتبر الشقيقة ليبيا الحليف الأول عربيا وأفريقيا لتونس والخامس على المستوى العالمي. أملنا أن وصلنا لكلمة تعزيز للسيد رئيس الوفد. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. اليوم 13 فبراير 2024 لإيقاظ الملتقى التجاري الليبي التونسي بمدينة بنغازي برعاية غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي وشركة أعمار ليبيا القابضة بالتنسيق مع مركز النهوض والصادرات التونسية. استقبلنا وفد يمثل 28 شركة تونسية لزيارة مدينة بنغازي والتعارف على الشركات الليبية، كذلك هم يحبوا يشاركوا في النهضة والتنمية الآن لتشهد مدينة بنغازي بفضل جهود القيادة العامة للقوات المسلحة والحكومة الليبية. مرحلة إعادة عمار واستقرار، الآن الشركات الدولية ترغب في دخول مدينة بنغازي. نظمنا هذا الملتقى توفير مناخ ملائم للتلاقي مع الشركات الليبية لكي يكون بينهم هناك تشبيك ونقل الخبرات والتجارب الدولية الحديثة وفتح فرص لفتح وكالات وفروع شركات أجنبية سوف توفر فرص عمل وتدعم الاقتصاد الوطني وتساهم فيها التنمية وتقدم أفضل خدمات من حيث التقنيات ووسائل الحديثة في تنفيذ المشروعات والرعاية الصحية والتقنيات الحديثة في مجال التوريد والصناعات الغذائية. الزيارة هذه تأتي في إطار تنفيذ البرنامج الإشاري لمركز النهوض والصادرات سنة 2024 والتلبية لدعوة قامت بها غرفة التجارة والصناعة وبنغازي من طرابلس لزيارة وفد تونسي إلى مدينة بنغازي لتنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال التونسيين والليبيين بهدف تطوير المبادلات التجارية في الاتجاهين. كم عدد الشركات اللي الشركات تم 18 أو حوالي 20 شركة وضم 30 رجل أعمال. القطاعات الحاضرة في البعثة هذه متعددة قطاعات، قطاعات الصناعات الغذائية، صناعات النسيج، صناعات الصيدلية وشبه صيدلية، المساحات الخاصة، الصناعات المعدنية، الصناعات المختلفة، الصناعات الكهربائية، مكاتب الهندسة والاستشارة. إن شاء الله باش يكون ملتقى رجال الأعمال التونسي الليبي بالتنسيق مع نظرائنا غرفة الصناعة والتجارة والزراعة ببنغازي. إن شاء الله نأمل أن تكون معنا لقاءات مثمرة للجانبين في إطار أن مع بعضنا نزيد ندعموا العمل المشترك بين تونس وليبيا، وهذه فرصة للشركات التونسية باش تكون متواجدة بالشرق الليبي. منطقة بنغازي منطقة نعرفوها، منطقة غنية بالثروات، غنية بالمجالات تاع التعاون، المجالات تاع مناخ الأعمال. إن شاء الله تكون فرصة سعيدة وتكون فرصة مناسبة للجانبين باش نقرب أكثر لبعضنا وفي إطار رؤية الشراكة والتكامل اللي تجمع البلدين الشقيقين.